ونجك عليها. البحر عم رمل طريق مش عراج والله عظيم وجودها هان بسبب يعني على قلة الأدوية برا البيطرية وسعينا لجمعية السلالة إن شاء الله تقدر توفر لنا الدواء العلاج بسبب الحرب والحصار اللي علينا. من بداية الحرب فيش أكل دخل للحيوانات، فيش أدوية دخلت جديدة للحيوانات، فيش تطعيمات للفيروسات دخلت للحيوانات، فبالتالي الحيوانات معرضة، غير أنه معرضة للحرب ومعرضة للإصابة في الحرب والموت، كمان معرضة للموت من الفيروسات ومن الأمراض الموجودة وانتشرت في غزة. استمرار الحرب لفترة طويلة حيأثر على موت أعداد كبيرة من الحيوانات، وطبعاً أنتم زي ملاحظين أنه في الفترة هاي اعتماد الناس كله على الحيوانات العاملة الشغالة لأنه فيش سولار فيش بلزيم والحياة معدومة في غزة.